شهدت جبهة المشجع غرب محافظة مأرب اشتباكات عنيفة بين المقاومة وميليشيات الحوثي منذ مساء أمس حتى فجر اليوم، وتبادل الطرفان القصف المدفعي العنيف وسط غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي على مواقع للحوثيين. وتسعى قوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى السيطرة على منطقة المشجع الواقعة بين مركز الصرواح وجبل هيلان من أجل قطع خط الإمدادات عن ميليشيات الحوثي والمخلوع. تدور معارك عنيفة بالرشاشات والأسلحة المتوسطة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في محيط جبل النار الاستراتيجي قرب حرض بمحافظة حجة، حيث يسعى الجيش الوطني للسيطرة عليه. قتل القائد الميداني الثاني لمسلحي ميليشيات الحوثي بمديرية ذي نعم بالبيضاء بالإضافة إلى 7 مسلحين آخرين ليلة أمس في كمين محكم للمقاومة الشعبية. وذكر مصدر في المقاومة أن طقمين للحوثيين بقيادة علي أحمد العشا والمكنى بأبو زيد كانا متجهين إلى الجبهة في ذي نعم، غير أن المقاومة نصبت كمينا لهم في منطقة الحيكل. شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع للميليشيات الحوثية في مدينة البيضاء، واستهدفت الغارة الأولى تجمع للحوثيين في المجمع الحكومي بمبنى لجنة الانتخابات، فيما استهدفت الغارة الثانية معسكر قوات الأمن الخاصة. قصف طيران التحالف العربي بعدة غارات معسكرا تدريبيا لميليشيات الحوثي المخلوع في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار، واستحدثت ميليشيات الحوثي المعسكر في بني أسعد بجبل الشرق بديلا عن معسكر في منطقة قاع الحقل قصفته مقاتلات التحالف قبل نحو أسبوعين. كشفت منظمة رصد للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح أكثر من 2600 حالة انتهاك في الحديدة خلال عام 2015، وتنوعت الانتهاكات ما بين قتل واختطاف واعتداء وتشريد وتهديد للصحفيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين وغيرهم. دان المجلس العسكري بمحافظة أبها حادثة التفجير التي وقعت يوم أمس في أحد أسواق مديرية حبيش، وراح ضحية العملية الإرهابية 4 قتلى و11 جريحا. وأشار المجلس في بيان له أن ما تشهده محافظة أبها من فشل وفلتان أمني مخيف واستهداف يوميا للمواطنين وانتشار للجريمة نتاج طبيعي لسيطرة الميليشيات الحوثية على الأجهزة الأمنية في المحافظة.